ونذهب الآن إلى زميلة ماري سالم نتابع معها طبعا حركة الأسواق الخليجية. صباح الخير ماري، أهلا وسهلا بك. حركة قوية فعلا رأيناها أمس على سوق الأسهم السعودية، ارتفاع بأكثر من 2%. صباح الخير سبا ويعطيك الف عافيه. يعني فعلا كانت الانظار كلها بالامس على السوق السعودي وكيف كان عم بيكون الاداء تبع الاسهم، خاصه الاسهم القياديه، لانه اذا بدنا نقارن مجموع الاسهم يلي كانت على ارتفاع هي تقريبا كثير اقل من الاسهم يلي كانت منخفضه، فهذا ما يعكس انه الاسهم القياديه كانت هي الداعم الاساسي بالنسبه لاداء السوق، وتحديدا يمكن اكوا باور بارتفاعات وصلت لحدود 10%. اللي عم بيكون ملفت بهذه الفترة يعني أحجام التداول سبا، لأنه إذا بنطلع حتى على الأحجام اللي كانت موجودة امبارح بالسوق السعودي مع الارتفاعات اللي شفناها، ما كان في هذا الزخم القوي من ناحية أحجام التداول. يعني عم نحكي على 5 مليار ريال سعودي كانت فقط قيمة التداولات ضمن السوق امبارح، وهذا الشيء يعكس نوعا ما ضعف الشهية لدى المستثمرين، ولكن الارتفاعات هي ممكن تكون محفز بالنسبه لبقيه المستثمرين اللي هن كانوا خارج الاسواق بهذه الفتره، انه رجع شوي الانتعاش على السوق. نحن كنا حكينا سابقا انه المحرك هلا بهذه الفتره باخر اسبوع من هذا الشهر هي النتائج والبيانات الماليه المتوقعه على الربع الثاني من هذا العام. في بعض القطاعات متوقع أن تكون النتائج تبعها إيجابية بشكل جدا كبير، وفي بعض الآخر هي نوعا ما يمكن الأوتلوك تبعها مستقر أكثر من غيرها. فهلأ بهذه الفترة حنلاقي كثير نوع من انتقائية. هلأ بالعادة القياديات ضمن الأسواق، لأنه هي تعد المحرك الأكبر بالأسواق الخليجية بشكل عام وتحديدا بالسوق السعودي، بنلاقي عليها الزخم الأكبر. امبارح كان في عنا الراجحي، البنك الأهلي، بنك الإنماء، هي ضمن الأكثر تداولا من ناحية القيمة، حتى الطروحات الأولية يعني الأسهم اللي تم طرحها مؤخرا ضمن الأسواق كانت ضمن الأكبر قيمة من حيث التداول بقلب السوق، وهذا الشيء نوعا ما يعني بيخلق نوع من diversification أو تنوع فرص بالنسبة للمستثمرين. نحن هلا بهذه المرحله اذا بنطلع على اداء الاسواق الخليجيه كلها، اذا بدنا نقول انه في اتجاه موحد لهذه الاسواق، حنكون شوي عم نبالغ بالموضوع. يعني اليوم صباحا عم نشوف بعض الارتداد السلبيه او الاستقرار اذا بدنا نقول، ولكن شوي متجه للتراجعات بسوق دبي المالي، والزخم الاكبر كان عم بيكون بهذه التراجعات من قبل القطاع المصرفي وقطاع العقارات اللي هي اكثر شيء تعرض لعمليات جني ارباح، خاصه انه باخر جلسه يوم الجمعه كانت الارتفاعات بسوق دبي المالي تقريبا بحدود 0.7%، وكان في زخم قوي من قبل المستثمرين على هذه الاسهم، فمن الطبيعي انه نشوف بعض التقلبات وبعض عمليات جني الارباح السريعه. ولكن اذا بدنا نحكي انه النظره كيف حتكون، توقعات لنتائج الربع الثاني هي بشكل عام ايجابيه من قبل المستثمرين. اكيد القطاعات حتختلف يعني وين وباي اسواق حتكون الانتقائيه، ولكن حنشوف كيف حيكون تمركز المستثمرين بهذه الفترة قبل فترة إعلان النتائج. ماري سالم، شكرا جزيلا لك.